أكدت الأمم المتحدة أنها تكثف جهودها لتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة لغزة. يأتي ذلك فيما جدد برنامج الأغذية العالمي التحذير من أن خطر حدوث مجاعة في القطاع لا يزال قائما مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في إحكام الحصار الخانق على القطاع. حتى لا ينسى العالم مأساة غزة، جدد برنامج الأغذية العالمي التحذير من أن خطر حدوث مجاعة في القطاع لا يزال قائما، خاصة في مناطق الشمال، مؤكدا أن كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب القطاع إلى شماله منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي. وقال برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط إنه لا يستطيع الوصول إلى الأماكن التي يحتاج إليها في غزة لإغاثة المنكوبين، وخاصة في الشمال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إحكام الخصار الخانق على غزة وارتكاب المجازر منذ بدء عدوانها على القطاع برا وبحرا وجوا، وسط نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة. وتضع سلطات الاحتلال عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لا يكفي ما يصل لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أكدت أن الحصار الإسرائيلي هو القاتل الصامت لأهل غزة، وأن القصف الإسرائيلي المتواصل من القنابل والقذائف لا تشكل التهديد الوحيد للحياة، مشددة على أن السكان يفتقرون إلى الغذاء والمياه النظيفة والمرافق الصحية والتواصل مع العالم الخارجي. مديرة التواصل في وكالة الأونروا بغزة جوليت توما قالت بعد زيارتها الثانية للقطاع إن الوضع أصبح بائسا للغاية، حيث تضاعف عدد سكان رفح في الجنوب 4 مرات منذ بدء الحرب، ووصل الناس الفرار بحثا عن مأوى على أمل أن يجدوا الأمان والحماية. وأكدت المسؤولة الأممية أن الأونروا أو منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية بشكل عام غير قادرة على إيصال المساعدات بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل. وشددت مسؤولة الأونروا في غزة على ضرورة توفير المزيد من الإمدادات التجارية التي يجب أن تأتي إلى القطاع الخاص في غزة، لأن جميع السكان يعتمدون الآن بشكل شبه كامل على المساعدات، كما جدرت الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وضخ المزيد من الإمدادات الإغاثية بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة والتي تواجه نقصا شديدا في الوقت الراهن.